كنا في القاهرة في ليلة عاشوراء. ليلة عاشوراء معروفة، ليلة استشهاد الإمام الحسين، ليلة عاشوراء. وكنت رايح مع جماعة يعني رايحين بأتوبيس وكده، فهم لقيتهم الساعة 11 عايزين إيه يروحوا، قلت لهم لا روحهم وأنا هنا لصباح. مشوا يعني وسابوني، فرحت عند ست السيدة زينب، عند رجل من الرجال اسمه الشيخ أمين لبدة رضي الله عنه وأرضاه، كان له ساحة وما زالت ساحة الست السيدة زينب. فرحت دخلت سلمت على الشيخ وقعدت، ولقيت ناس أحباب يعني عرفهم من الغربيين، فقالوا لي يا شيخ محمد بقى أنت يعني إيه هنصلي الفجر سوا، نروح نفطر عندنا وهو إلى آخره. ماشي بس أنا يعني اللي ليا مشروع ان ازور ست السيدة دي، ده المشروع ليا وليس لي مشروع غير ذلك. قالوا باش قعدنا على قد ما قعدنا عند الشيخ امين، ونزلنا عشان نزور مين؟ ست السيدة زينب. فطبعا لقينا الباب مقفول، وقفنا قدام سيدنا العتريس كده نقرأ الفاتحة السيدة الكريمة ست السيدة زينب. واقفين احد الناس المرين فيعني ايده غمزتني كده يعني ينبهني يعني، فتلفت له قال لي مش عايز تخش؟ قلت له امال عايز اخش؟ قال تعالى تعالى يلا يا جماعه نخش الست السيده زينب. الراجل خبط على الباب خبطتين معينين كده، فالباب ايه اتفتح، ودخلنا انا والاربع انفار اللي معايا، وما كانش فيه في المسجد الزينبي الا خدام الباب اللي هم قاعدين على الباب. ودخلنا عند الست لقينا المقام مقفول، ولقيت صبيه سيده مع ابيها الله اعلم، اخيها الله اعلم، المهم ان هم ايه فاتحين المصاحف وبيقرأوا. فوقفت جنبهم شوية فقلت أنا عايز أروح عند الباب بتاع الست، والله ما قوله شهيد علي الله فيه، شهيد علي الله فيه. ومشيت من عند الشباك بتاع الست شوية، لقيت شاب واقف يصلي شعره أسود من الليل الحالي، وجهه نور على نور، وجهه نور على نور. فانا فضلت واقف عشان يخلص الركعتين اللي بيصليهم، ما خلص، واقف يقرا قران وما خلصش ركعتين. فانا قلت بقى يعني ماليش نصيب ان انا اسمع صوته حتى، فجيت راجع فتحه بالسماح يا ست فتحه بالسماح. وخرجنا انا والناس اللي معايا، فواحد منهم غمزني كده لو سمحت يا شيخ محمد، قلت له نعم. قال لي شفت اللي جوه؟ باللفظ كده قال لي شفت اللي جوه؟ قلت له شفت اللي جوه. قال لي عرفت من هو؟ قلت له لا. قال له سيدنا الحسين، سيدنا الحسين. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مددهم يا عم والله، والله مددهم، مددهم وليهم.